نحن الآن بالخطوط الأمامية لجبهة شغرة، معنا ركن التدريب اللواء الثامن صاعقة. ممكن تحدثنا عن أخبار سير المعارك الآن؟ الآن لاحق العدو وهو هارب من حدود الشيخ سالم إلى منطقة غرنم كلاسي وشغرة، ولازلنا في ملاحقته، وبإذن الله أننا منتصرين ونطمن الشعب ونطمن الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي حفظها الله، أننا منتصرين بإذن الله، ونبشر كل أبناء الجنوب الصامدين أننا لازلنا بعدهم إن شاء الله إلى آخر حد لحدود الجنوب. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.